السابقه امام وادي دجله، لحد ما احنا بنقول ان في فعلا عدم توفيق، لكن مهم جدا ان انت ترجع بالنفسيه والتعامل النفسي مع اللاعبين، ان انت لا الفوز اهم، مهم الفوز، عندك مشوار مهم انك تحقق في كل مباراه 3 نقاط، وده اعتقد الكابتن حسام والكابتن محمود الخطيب لما قعدوا مع اللاعبين لازم يكونوا داسوا على الحته دي. طبعا قبل ما ارد عليك في الموضوع ده، عايز بس اعلق على حته رامي ربيعه عشان أوكي. دي برضو بالنسبه لرامي بالنسبه للمساكين يعني النهارده، بس طبعا رامي اضافه كبيره ولعيب عنده خبرات وكده. المشكله في الموضوع ان رامي طبعا النهارده اول ماتش بعد العوده من الاصابه صحيح. وهل لعب مع ايمن اشرف قبل كده؟ السؤال ده برضو بيطرح نفسه، لان هو ما لعبش. انا عشان كده انا بقول لك، لان اكتر اتنين مرتبطين ببعض هما الاتنين المساكين في حاجات كتيره جدا، وان هو امتى يغطوا على بعض وازاي يغطوا على بعض وامتى يخرجوا من الاوفسايد مع بعض، في تايمنج مرتبطين بيه في حاجات كتيره جدا جدا، العاب الهوا كمان، مين اللي بيروح ومين اللي بيغطي ومين اللي بيغطي، حاجات كتيره جدا. كذلك برضو طبعا رامي هيلعب ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال. ايمن اشرف يبقى برضو عليه عبء كبير قوي النهارده مع علي معلول، لان علي معلول الطبيعه الهجوميه بتاعته بتغلب على الناحيه الدفاعيه، يعني انا بحس ان هو في بعض المواقف بيبقى واخد مشاوير كبيره ناحيه الشمال، ففي حته برضو التغطيه العكسيه والحته الدفاعيه بتبقى برضو اقل شويه، فهيبقى ايمن اشرف عليه عبء كبير مع طبعا لعيب الوسط المدافع اللي هو ناحيه الشمال ناحيه معلول، دي لازم يعني ينزل شويه لان اعتقد ان برضو محمد يوسف مدرب كويس كان بيدرب النادي الاهلي، عارف طبيعه النادي الاهلي، عارف مفاتيح النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي بيهجم من الاجناب، عنده الحته دي مهمه قوي ممكن يركز عليها يوسف النهارده، فاعتقد ان دي لازم اكيد طبعا الكابتن حسام اتكلم عليها. لو هنيجي بقى لل الجزء النفسي بالنسبه لما بعد مباراه وادي دجله كابتن، انا اعتقد ان طبعا كابتن خطيب قعد مع الناس وقعد مع كابتن حسام، كابتن حسام قعد مع اللعيبه مع القلق شويه اليومين اللي فاتوا، من تعالت بقى صيحه ان الكابتن حسام والخساره والنزيف النقاط و و و اعتقد ان الكابتن حسام من الثقه بالنفس ان هو هيتجاوز المرحله دي، وانا اللي انا شايفها ان هي ما فيهاش مشكله ومفيش حاجه، يعني ما فيش زي ما الناس بتقول انهيار في النادي الاهلي، مفيش كلام من ده خالص، كلها هي ماتشات عدم توفيق في بعض الكرات اللي كان ممكن تطلع كسبان الماتشين التعادل وماتش الخساره. انا اعتقد ان النهارده باذن الله وهيبان ده في الملعب وهيبان على لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه، ان المباراه دي في مباراه تفاروق بتبقى يعني نقطه تحول في بطوله الدوري، انت خارج من تعادلات وخساره، كسبت بس فرقه واحده اللي هي سموحه، تعادلت اخر مباراه، النهارده يهمك قوي انك تكسب المباراه دي عشان فاضل لك مباراه القمه مع الزمالك، وفاضل لك قبلها طبعا المباراه المؤجله مع النصر، وبعد كده مباراه المقاولين العرب، فنقطه تحول النهارده مش تحول بس في انك تجيب ال3 نقاط، لا انك لازم تبين للناس كلها وتبين للجمهور وتبين لنفسك ان في فوقان وفي شكل متغير، وفي ان شاء الله باذن الله يعني زي ما تقول الواحد ممكن نفسه يكرش شويه وبعدين ياخد نفس كويس ويبتدي يكمل يعني. صحيح. طيب خلينا نروح لقاء سريع مع زميلنا كريم احمد والكابتن عادل مصطفى مدرب فريق بتروجيت، ونرجع نكمل كلامنا عن هذه المباراه وتشكيل فريق بتروجيت اللي هيكون متواجد معنا ايضا.